وجديد المنافسة. ومع هذه اللحظات أيضا يتواصل الزميل علي المحشادي بانطلاقة هذا الشو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيها المشاهدون الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم مشاهدين عبر الهواء مباشرة. أحييكم تحية رياضية من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. لا نزال متواصلين معكم، وتواصلنا مستمر من هذا الميدان، ميدان التحدي. أيها المتابعون الكرام، 5 كيلومترات تنتظر مجريات الشوط الثالث للقاية البكار في أشواطنا العامة في الفترة الصباحية. نبدأ العد للمراكز الخمس الأولى المسموح لها بالنداء، وبنقول المركز الأول، وبنقول صدارة الشوط مع منصورة. منصورة العائدة ملكيتها للسيد محمد بن أحمد بن هويمل العامري على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. النقلة والدور على المركز الثاني، هنالك خيرة للسيد علي بن سلطان بن رشيد. محمد بن علي بن سلطان بن رشيد ينطلق على المركز الثاني، بينما تواصلنا للمركز الثالث. توصلنا في هذه اللحظات منصورة أخرى لعبد الهادي بن علي الغيثاني على المركز الثالث، والدور والنقلة على المركز الرابع. هنالك سرابة لمحمد بن عتيق، محمد بن عتيق بن خفية الكتبي ينطلق على المركز الرابع وخامس المراكز. هنالك شاهد التقدم على اللي هي طواري للسيد سالم بن راشد من سويدان الكتبي. إذن أيها المتابعون الكرام، كان هذا ندانا الأول، أتممناه إلى حضرتكم بالخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء. 5 نجوم 5 ستار يقودون المسار بانطلاقة المتقدمة وانطلاقة المنطلقة اللي هي منصورة لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري. هو من يتحكم بمجريات هذا الشوط، وهو من يسير هذه الهجن العربية الأصيلة. هنا الصدارة منصورة والانطلاق منصورة. ويسعد صباحك راعي منصورة. منصورة تنطلق باسم محمد بن أحمد بن هويمل العامري، ومقلة لشعار محمد بن أحمد بن هويمل العامري في هذا الصباح الباكر. ويسعد صباحك على هذا الانطلاق. النقلة والدور على المركز الثاني، نشوف من يتقدم ونشوف الواصلة منصورة. منصورة للسيد عبد الهادي بن علي الغيثاني على المركز الثاني. تواصل الغيثاني ثانيا والمركز الثالث. الدور على خيرة علي محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يقود ويتحكم بالمركز الثالث. نقلتنا والدور على المركز الرابع، هنالك طواري ويبدو يطري عليها طاري على المراكز المتقدمة. طواري العايدة ملكية للسيد سالم بن راشد من سويدان الكتبي ينطلق على المركز الرابع، بينما خامس المراكز هنا سرابة اسم جديد ينضم إلى الخماسي الذهبي. هنالك سرابة محمد بن عتيق بن خفية الكتبي ينطلق على المركز الخامس، وهذه النتيجة ما زالت صامدة، ما جرى عليها أي تغيير ولا طرى عليها أي تغيير إلا إذا كان هنالك حديث آخر في المقدمة مع اللي هي خيرة. يبدو لي غيرت ولا
اللي منصورة. نعم منصورة عبد الهادي بن علي الغيثاني عندك كلام آخر في المقدمة غير الأمور وهو يسير ويسير الأمور لصالحه على المقدمة وعلى انطلاقة هذا الشوط. إذا منصورة عبد الهادي بن علي الغيثاني ينطلق على المركز الأول ويغرد خارج السرب في انطلاقة مميزة واندفاع مميز على مجريات الشوط الثالث في لقايا البكار. السعي الخمس كيلومترات، السعي الصباحي، الرقص الصباحي. الله 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 الله، يا سلام يا منصورة على اندفاعك يا راعي منصورة عبد الهادي بن علي الغيثاني. المركز الثاني نشوف اللي واصلتنا طواري العايدة ملكية لسالم بن راشد بن سويدان الكتبي ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ونقلتنا للاسم الجديد اللي ينضم إلينا في هذه اللحظات هنالك شواهين سالم سعيد بن بنانة السويدي على المركز الثالث والدور على المركز الرابع. هناك شواهين أخرى نادر بن سالم بالورع العفاري ينطلق على المركز الرابع، بينما خامس المراكز اللي هي تتواصل الشروط لمحمد بن زايد المنصوري على المركز الخامس. وأول نداء وعبد الرحمن ترشح ولا ترشح ولا يا سلام يا سلام سلم الله 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 الله. فعلا اندفاع مميز وأداء مميز، ثلاثية مميزة في الأمام في الصدارة ودفع رباعي. يا سلام ما شاء الله تبارك الله، دفع رباعي دفع رباعي فايف ستار. يا سلام سلم على انطلاقة الهي في المركز الأول طوالي سالم بن راشد بن سويدان الكتبي على المركز الأول وعلى الاندفاع. ويا سلام على الأصايل، يا سلام على الأصايل في المقدمة. الله الله الله، فرق المركز الأول ولا عادة، فرق المركز الأول ولا عادة. يا جماعة حددونا حددونا يا مضمرين، حددونا المركز الأول. الله الله الله، شواهد شواهد من أنا السويدي. يا سلامي عليك السويدي. إذا تغيرت الأمور مع الشاهينية والسويدي غير مجريات الأمور وفرق. يا سلامي عليك، وهنالك تواصل شوية الشاهينية لإبراهيم سالم بالكور المزروعي على المركز الثاني المزروعي غير. يا سلامي عليك المزروعي. الله 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 الله، مشكور مشكور يا لحافي على هذه الصدارة. الله أشكرك، تهانينا والناموس الحقيقة لإبراهيم بن سالم بالكور المزروعي. قطوع خط النهاية أولا، المركز الثاني واصلتنا اللي هي شواهين سالم سعيد بن منانة السويدي. ثالث المراكز كان شواهين نادر بن سالم بالورع العفاري، والمركز الرابع شراهين لعامر بن سعد الرفادة، والمركز الخامس الشرود لمحمد بن زايد المنصوري. أشكر الجماعة الحقيقة على هذا التواصل. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، كانت هذه النتيجة هنا لحظات وصول الهي الشاهينية، قاطع المسافة 7 دقائق 40 ثانية 41 جزء من الثانية. الناموس لراعيها إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي، والناموس اللي مضمرها اللي هو أحمد اليحافي. أما في المركز الثاني لحظات الوصول اللي هو اللي هي قطعة المسافة شواهين 7 دقائق 41 ثانية 24 جزء من الثانية تاني، وناموس لسالم بن سعيد بن بنانة السويدي. والمركز الثالث لحظات الوصول اللي هي وصلتنا شواهين 7 دقائق 43 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس.